عاجل وبشكل رسمي، هذا أول أيام عيد الفطر المبارك بالمغرب وجميع الدول العربية فلكيا. إليكم باقي التفاصيل، ولكن إذا كنت مسلم يرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. شهر رمضان المبارك شارف على الانتهاء، وينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض موعد حلول عيد الفطر السعيد، ويترقبون لمعرفة موعد عيد الفطر السعيد بعد صيام الشهر الفضيل والقيام وسائر الأعمال الصالحة. وفي هذا الفيديو نقدم لكم موعد عيد الفطر 2023 في المغرب والعديد من الدول العربية، حيث كشف الفلكي المغربي عزيز الخطابي عن تاريخ عيد الفطر بالمغرب لعام 2023، وذلك بناء على الحسابات الفلكية. وقال الخطابي أنه يرتقب أن يستكمل شهر رمضان الجاري 30 يوما، وبالتالي فإن عيد الفطر لهذه السنة سيكون يوم السبت في 22 من إبريل وفق الحسابات الفلكية. وأضاف الخطابي أن عيد الفطر تبعا للحساب الفلكي سيوافق السبت في 22 من إبريل الجاري، وأنه من المتوقع أن تتوحد الدول الإسلامية في يوم عيد الفطر هذه السنة بإذن الله تعالى. وبهذه المناسبة السعيدة تتمنى قناتنا عيدا مباركا سعيدا لكافة الشعب المغربي وللأمة الإسلامية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.